ابو حميد بقول لك مبروك الفوز على وداد سماره بسكور ونتيجه مميزه اسعدت الجماهير اللي ملأت صاله الامير عبد الله الفيصل. والله الحمد لله على كل شيء وبنشكر الجمهور والحمد لله والفرقه كانت رجاله النهارده وكنا على قد المسؤوليه وربنا يكرم ان شاء الله بكره بامر الله لان دي مباراه نهائيه وبطوله افريقيا ويعني بنحاول ان احنا نصالح حتى الجمهور يعني على البطولتين اللي ضاعوا قبل كده. المباراه في اجمالتها بنتيجتها في سيمي فاينال البعض يتوقعها انها كانت سهله. لكن اللعيبه او حضرتك شايف المباراه كانت ازاي ومجرياتها وسير المباراه خاصه انك حسمت المباراه من الشوط الاولاني. احنا كنا محضرين كويس قوي للمباراه وكنا اتفرجنا على الفرقه كذا مره وامبارح والنهارده وحضرنا لهم كويس عشان كده والحمد لله رب العالمين كنا موفقين وهادي كان موفق النهارده والحمد لله كان الدفاع بتاعنا كان كويس وكنا مركزين معاهم وخصوصا الباك ليفت والهاف بتاعهم كنا لعيبه كويسه جدا وفي المنتخب بتاع المغرب. فكنا محضرين لهم كويس قوي يعني. مباراة الاتحاد الليبي كيف تنظر لها بشكل شخصي والفريق بشكل عام خاصة ان هي مباراة على بطولة؟ لا هي مباراة مختلفة تماما عن الدور الاول عن الاتحاد الليبي اللي لعبنا في المجموعة هتلاقيه مختلف تماما لانه جاي وعنده طموح ان هو يكسب وده حقه واحنا برضه حقنا ان احنا نكسب وان شاء الله باذن الله المباراة تبقى صعبة مش سهلة بس ربنا يكرم ان شاء الله ونحضر لها كويس بامر الله. شكرا كابتن احمد. مستمرين معاك كابتن هيثم في انطباعات واراء اللاعبين بعد الفوز ومعي في هذه اللحظات كابتن عمر الوكيل لاعب فريق النادي الاهلي. بقول لك مباراه كانت مهمه لكن وصول للفاينل شكل مختلف ووضع تاني خالص خلاص خطوه على البطوله يا عمر. طبعا هي كل خطوه بخطوه ومباراه اللي قبل النهائي دي اهم عشان توصل للمباراه النهائيه اللي هي هتوصلك للبطوله باذن الله ان شاء الله. وداد سماره مباراه النهارده أدائهم كان مفاجئ بالنسبة لكم ولا كنتوا واخدين تارجت معين في المباريات أو البطولة عامة إنك بتلعب بغض النظر عن اسم المنافس؟ طبعا طبعا دي حاجة مهمة إن أنت بتلعب بغض النظر عن الفرقة اللي أنت بتلعبها دي هي مين؟ دي أهم حاجة عشان تعرف تحقق فوز مع أي فرقة. طيب مباراة الاتحاد الليبي هي النهائية هتختلف عن مباراة الدور الأول ولا المباراة هتبقى أصعب من الدور الأول؟ لا هي هتختلف طبعا هم في الدور الأول بيلعبوا وهم ضامنين إن هم يصعدوا غير وهم بيلعبوا في المباراة النهائية هم عايزين ياخدوا أول. اي فرقه بتلعب على فاينل عايز تكسب فده طبيعي ان المباراه تبقى مختلفه هما بيلعبوا بشكل اقوى وطبعا احنا برضو هنلعب بشكل اقوى وطبعا الجماهير هيبقى ليهم دور كبير جدا في المباراه دي وان شاء الله باذن الله نكسب يعني. تقييمك لمباراه النهارده كم من 10؟ لا بصراحه الفريق ادى اداء قوي جدا يعني قدرنا ان احنا نكسب المباراه من اولها زي ما بيقولوا كده. توفيق وان شاء الله نبارك لكم بكره بعد المباراه الفوز على الاتحاد الليبي باذن الله. خليك شكرا شكرا تسلم. مستمرين معاك كابتن هيثم في التغطيه وخلاص يمكن الاجواء النهائيه معي في هذه اللحظات كابتن عمر حجاج برحب بك اولا على شاشه قناه النادي الاهلي بقول لك مبروك الفوز في السيمي فاينال لكن خلال البطوله تعرضت لاصابه وطمنا عليك ورجعت لكن اجمالا شايف الفوز ازاي على وداد سماره وعلى المستوى الشخصي بالنسبه لك في هذه البطوله؟ الله يخليك الاول الحمد لله طبعا على مكسب النهارده وباذن الله ربنا يكملها على خير بكره ان شاء الله. بالنسبه للاصابه الحمد لله يعني ربنا اللي يعلم انا شفت يومين ما يعلم بيهم الا ربنا الصراحه كنت ناسي كل حاجه بس الحمد لله دلوقتي احسن بدات تمارين امبارح الحمد لله يعني ربنا يكملها بكره على خير باذن الله. حالتك العقول الطبيه خلاص اصبحت جاهز ولائق وخلاص بتشارك في المباريات وجاهز للمباراه النهائيه بكره؟ باذن الله الحمد لله يعني انا من امبارح بدات تمارين وبتمرن عادي خالص يعني الحمد لله. طيب بشكل عام مباراه وداد سماره تدينا مؤشر للمباراه النهائيه بالسكور الكبير ولا النهائي هيختلف عن مباراه سيمي فاينال؟ لا كده كده في اي بطوله لازم كل ماتش يتحسب مع نفسه يعني كل ماتش لوحده بطوله فاهم يعني ماتش النهارده خلاص خلص قفلنا الصفحه باذن الله بكره ماتش جديد نحاول ان احنا نجري الماتش على حسب الدنيا هتمشي ازاي فيه باذن الله يعني ربنا يكرم. ابرز حاجه قالها الكابتن عاصم حماد ليكوا قبل المباراه وبعد المباراه بعد الفوز؟ عدم الاستهتار دي اول حاجه بتتقال في اي محاضره يعني لازم ندي اي فرقه مهما كان مستواها مع احترامي فرقه وداد سماره طبعا اي فرقه لازم نديها احترامها يعني من اول المباراه علشان لا قدر الله لو تهاونت او حاجه ممكن تحصل مفاجات او كده الحمد لله. محتاجين بكره بيبقى في ميكس بعدد كبير من اللاعبين يشاركوا ولا المباراه النهائيه بتحتاج مجموعه تبقى مركز عليها في المباراه النهائيه عشان دي على حسب المباراه هتمشي ازاي يعني احنا طبعا بنتفرج اعلى فيديوهات وكل حاجه وبنتابع الفرقه باذن الله هنتابعها النهارده هنتفرج عليها اكتر وباذن الله بكره هي بكره هتبان يعني مش هينفع تقول مثلا التشكيله دي اللي هتبدا بكره او التشكيله دي اللي هتبقى ما فيش حاجه اسمها كده انت تشوف الماتش وبعد كده هتحدد. اخر سؤال ودي رسالتكم للجمهور الاهلي
محتاجين الصلاه بكره تمتلئ عن اخرها باذن الله. طبعا ده شيء مفروغ منه يعني، ده حاجه اكيده. جمهور الاهلي يعني عايز اقول لك هو اللعيب رقم واحد مش احنا، فاهم يعني؟ الجمهور وجوده حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا ودفعه يعني مش عايز اقول لك قد ايه. بس واديك شايف يعني في وجود الجمهور الحمد لله الفرقه بتعمل ماتشات 10 على 10 بالتوفيق ان شاء الله باذن الله، ونبارك لكم بعد النهائي ان شاء الله غدا باذن الله. ان شاء الله شكرا كابتن هيثم. اختم لقائي لكن على الجانب الاخر اشوف في وجهه النظر الاخرى مستر زوران المدير الفني لفريق وداد سماره المغربي.